مرحبا شباب، ترانا قربنا، بس بنمر فوق جزيرة صغيرة قريبة من مثلث برمودا. اوه مثلث برمودا، ان شاء الله ما نختفي. شو كانها؟ مجرد عاصفة كهربائية. لازم ارجع كابينة القيادة، اربطوا الاحزمة يا شباب. زين. هالبرق غريب، لونه وردي. شكلك تتابع وايد افلام يا عبيد. هذه مجرد عاصفة ترى. ابويا مو بقادر القط اي اشارة على تلفوني. سير هناك فوق وجرب، يمكن تلقط اشارة. انا بسير اشوف المحرك، بس ها لا تسيرون بعيد. حاضر ابويا، نشوفك بعدين. يلا يا شباب. شباب تعالوا هني، شكلهم يشبه القراصنة. لا أنا عرفت، هذا موقع تصوير فيلم، خلونا نسير ونشوف. يلا. قاربت المهمة على النهاية. لحظة، إنهم صبية، من أنتم؟ أنا منصور، وهذين ربعي عبيد وسالم. أنتوا تصورون فيلم؟ فيلم؟ وما هو الفيلم؟ يعني فيلم مثل هذا. ماذا؟ إن هذا الفتى يحتجز أناساً صغاراً في هذه العلبة. شو بلاهم هذيل؟ يا جبل اربط القارب، اسمي سندباد. سندباد؟ يعني مثل سندباد البحري؟ البحار المغامر البطل في خدمتكم. في حد يعرف شو اللي قاعد يصير هني؟ شكله هالريال ما بصاحي. ما اعتقد، فكروا فيها، العاصفة، تليفوني اللي يتصرف بغرابة، وهالجماعة اللي حتى ما يعرفون شو يعني فيلم. تقصد مثلث برمودا؟ أعتقد أنك كنت على حق من البداية يا عبيد، العاصفة كانت بوابة للزمن. اعذروني، فالوقت ليس من صالحي، لقد أبحرنا عبر البحار السبع لنصل إلى هذا المكان. حياة أميرتي في خطر. أميرة؟ الأميرة عالية، أميرة بغداد، للأسف قد تم تسميمها على يد السلطان الشرير قادر، إنه ينوي الاستيلاء على عرشها، وعلي إنقاذها. الشيء الوحيد القادر على إنقاذ حياة الأميرة هو نجمة نشرة، زهرة صغيرة لا تنبت إلا في هذا المكان. زهرة؟ الموضوع شكله بسيط. أتمنى لو أن الأمر كان كذلك. هذه الزهرة تنمو فوق شجرة عملاقة
في وادي العقارب. عقارب؟ زين، على الأقل مو بأفاعي. وكذلك الأفاعي، الكثير من الأفاعي. علينا الذهاب الآن، هيا يا جبل. لحظة سندباد، يمكن نقدر نساعد. ستقودنا هذه الأنفاق إلى الشجرة العملاقة. ما مرتاح للفكرة أبداً، المكان شكله خطر. وهو كذلك، لا تلمسوا شيئاً. من قام بحفر هذه الأنفاق قام بملئها بالأفخاخ. اتبعوني، هيا بنا، هيا بنا. توقفوا. ليش وقفنا؟ هناك شيء ما. بالفعل كما ظننت، الأفخاخ ما زالت تعمل إلى الآن. شو بنسوي الحين؟ نصنع دروع. عظيم، إنك تبدو بالفعل كمحارب حقيقي. جبل، قم بصنع المزيد من الدروع لنا. لا، ما اتفقنا على هالشيء. بنكون بخير يا سالم، الخطة ناجحة. الموضوع بسيط، هذا أقوى شيء عندهم. انتظر. تحت لو شو ما يصير. أفاعي، يا الله، أنا أكره الأفاعي. عبيد، عق البسكوت اللي في إيدك. مستحيل. عبيد، الأفاعي. الحمد لله على سلامتك. انظروا، ها هي نجمة نشرة. ظنكم أنها الجسر بيشيلنا؟ لا. احذر. ما أعتقد. ضاع تعبنا. أن نفشل بعد كل هذا التعب، هذا يعني أن مصير أميرتي محتوم. مو بهالسرعة، أنا عندي فكرة. ها؟ ما هذا الشيء؟ أعرفك على نانو، هو اللي بينقذ الأميرة. مرحبا منصور. مرحبا نانو، عندي لك مهمة صغيرة. يا له من شيء مذهل. هذا نانو. إنني مدين لك بالكثير يا منصور، بل جميعكم. ستكونون أبطالاً وستروى عنكم الكثير من القصص. منصور شوف العاصفة. بوابة الزمن، لازم نغادر الحين. خذ هذه كعربون شكر. ها.
مع السلامة. مع السلامة منصور. أبويا. بالتوفيق يا سندباد. باقي لنا 20 دقيقة ونوصل نيويورك، بس الغريب إن متأخرين 8 ساعات عن وقت الوصول. يمكن الموضوع له علاقة بمثلث برمودا. كلامك صح يا عبيد، كلامك صح. واجبكم النهاردة تصوير مادة فيلمية وإعداد تقرير عن أحداث محلية مثيرة، وده حيكون لقناة الفصل. أشوفكم بكرة إن شاء الله. نقدر نسوي تقرير عن عبيد، أكثر واحد يتخرطف ويطيح الأشياء من إيده في العالم. ما يضحك. يلا شباب، خلونا ندور على حدث نغطيه. نحن نحتاج حدث مثير عشان نكتب عنه تقرير. أنا عندي قصة. هالشارع مبين إنه عادي، بس في حادثة مثيرة حصلت هني. قطوة علقت في الشارع. كيف ممكن تنزل هالقطوة؟ منو بينقذها؟ وكم راح تتم هالمسكينة عالقة فوق؟ هل الجهات المعنية بتي وبترجع القطوة؟ لا عبيد، القطوة اختفت. شو؟ أوه، تحريتها عالقة. حتى لو كانت عالقة، القصة مو مثيرة وايد. لا تحاتي، بنلقى شيء ثاني. خلونا نستمر في البحث. شباب استعدوا، حصلت لكم القصة الخطيرة. جاهز. هالسيارة خربانة، خلونا نشوف شو المشكلة. لو سمحت أخوي، شو مشكلة السيارة؟ ها؟ ما فيها شيء، بس كنت أتأكد من الزيت. كات. وهذه بعد ما طلعت قصة. منو كان يتصور إن الحصول على خبر مثير بيكون بهالصعوبة هذه؟ لازم نستمر في البحث. شكلي لقيت قصتنا. مرحبا، أنقل لكم الحدث من الحديقة. قبل شوي شفنا طير من فصيلة نادرة جدا، مو بمتأكد بالضبط أي نوع من أنواع الطيور الجارحة. يشبه النسر، بس عمري ما شفت واحد بهالحجم. عجيب، النسر بدأ يهبط، يمكن يبي يصيد فريسة. عبيد، أنت ليش ما تصور؟ طيرك الجارح الكبير كان طيارة أختك الصغيرة. ما كنت أعتقد أن تغطية خبر مثير بيكون بهالصعوبة. نقدر نألف قصة. شو قصدك؟ أقصد أن نألف قصة ونمثل إنها صدق استوت. مثل شو؟ ممكن نسوي تقرير عن قطيع من الديناصورات العملاقة تقتحم الحديقة. وكيف نسوي هالشي؟ ما بنألف أي خبر، كل اللي علينا نسويه إن نلقى قصة حقيقية. هي، بس وين بنلقاها؟ ما أدري،
بس لا تظنون ان هالشيء بيكون سهل او بيطيح علينا من السماء. بس القصص المثيرة فعلاً ممكن تطيح من السماء. يلا خلونا نروح. وهالخبر مشروعنا بيكون الأفضل في الصف. الظاهر أن كل الصف بيغطون نفس الخبر. تعالوا، عندي خطة. مرحبا، أنتوا جايين عشان تركبون؟ هي نبغى نصور الطيارة من زاوية غير اعتيادية. عيل، أنتوا في المكان الصح، اصعدوا. في وايد أزرار، تعرف شو يسوون؟ أكيد أعرف، هذا للمحرك النفاث، والثاني يشغل الهبوط الذاتي، وهذا يخلي الهليكوبتر مخفي عن الرادار. وشو عن الزر الأحمر الكبير؟ هذا قاذف المقعد، شو ما يحصل لا تضغط هالزر. عجيب، قاذف المقعد. حبيت، شو سويت؟ بس ما فيها طيار. يعني تبتم هني. بديت أدوخ، بديت أدوخ. لازم نخليها تهبط. كيف نخليها تهبط؟ نحن ما عندنا أي فكرة. في الواقع الطيار عطانا الحل، هو قال إن في زر للهبوط الذاتي، بس لازم أعرف أي واحد هو. عيل حصلها بسرعة. أعتقد إن هذا هو. أوه لا! ضغط على الزر الغلط. أدري. كنا على وشك ندعمه. أعتقد إن هذا هو الزر. الهبوط الذاتي. نجحت يا منصور. الحين لازم نلقى عبيد. لقيته هنا. التجربة. تخوف وايد وايد. بعدها تصور؟ هي عيال بيكون عندنا أحسن تقرير.
متهيألي النهاردة كلنا منتفقين إن منصور وسالم وعبيد حصلوا على تقرير رائع، عشان كده حصلوا على درجة الامتياز. بس من فضلكم ما تعملوش أي حاجة خطيرة مرة تانية، خلونا نشوف الفيديو مرة تانية. تجربة هالأسبوع بتكون عن كفاءة الطاقة، ومهمتكم إنكم تعلقون واحد من أعضاء فريقكم في الهواء. هذا سهل، لكن بدون ما تستخدمون أي محرك. مو بوايد سهل. انقسموا لفرق، وبعدها تقدرون تبدون العمل على تجاربكم. استخدموا أي شيء يخطر في بالكم وممكن يساعدكم في تحقيق هدف التجربة العلمية. ممكن نربط خيط بين كرسيين، وعقب اثنين منه يجلسون على الكراسي وواحد يرقد على الخيط. هالفكرة ممكن تنجح. فكرة ممتازة، شكرا. ها، هذا الظلم. لا تحاتي يا عبيد، ولا واحد من هالأشياء مفيد. عندي أشياء أحسن في البيت. شو عن هذا؟ هي أعتقد إنها تقدر ترفع حد. ممكن نجرب. إنزين يا عبيد، خليك مستعد. المفروض ترفعونه، مو بتغرقونه. ساعدوني، أقدر أوقع. تقدرون تكملون تجاربكم في البيت، بس ها لازم تعرضونهم باكر في الفصل. خلونا نرد البيت، عندي عدتي وبنقدر نخلص الشغل بشكل أفضل، أنا متأكد. أنا بسير أجيب سارة من الحفلة، أشوفكم بعدين. والحين كيف بننفذ هالتجربة العلمية؟ شو بنسوي؟ شو بنسوي؟ ماي. لا لا شكرا، عندي عصير. لا، نقدر نستخدم ضغط الماي عشان نرفع. كيف ممكن هالشي يرفع بيت؟ عندي خطة. انزين، نقدر ننفذ الفكرة بقاذف الماي عالي الضغط. هذا القاذف جاهز ومتروس ماي. نحتاج ضغط أكبر. تمسك عدل يا عبيد. نجحت الفكرة. ها. الحقوني الحقوني، سكروه سكروه. تقريبا نجحت الفكرة. لازم نشوف طريقة ثانية، أنا مستحيل أعيد هالتجربة مرة ثانية. تطمن يا عبيد، بنفكر بشي ثاني. هلا يا عيال. لقيتها. ما أظن أن بالونة وحدة بترفعني فوق. صحيح، وحدة ما بتقدر، بس مجموعة بالونات أكيد بترفعك. لا تحاتي يا عبيد، شو ممكن يستوي غلط؟
أخيراً، بعد حساب كل المعطيات، نحتاج 48 بالونة عشان نقدر نرفع بيت في الهواء. كم بالونة نفخت يا عبيد؟ 200 تقريباً. لحظة، نحن نحتاج 48 بس، خليك في الجراج. شو؟ ساعدني! ساعدني! ساعدوني! شو بنسوي الحين؟ لازم نفجر 3/4 البالونات. بس كيف؟ شو نسوي؟ شو نسوي؟ نانو يقدر يطير فوق ويفجرهم. نانو؟ انزين كيف؟ ما عنده شيء حاد. بسرعة دور أي شيء حاد. أي. هذه بتساعدنا. السلام عليكم! ساعدوني! أي! وقف! ساعدوني! شو بسوي الحين؟ كيف بنزل تحت؟ لا تحات يا عبيد، عندنا خطة. نانو! عبيد! نحن بننزلك تحت! نانو! شو تسوي؟ منصور! أنا مرتبك وخايف! لا تحات يا عبيد! الخطة بتنجح! كيف تعرف إنها بتنجح؟ لأن سوينا كل الحسابات العلمية. الحسابات العلمية ممكن تكون غلط. احداش، اثناش، 13. أحسنت يا نانو، بعد أكثر شوي. كم وحدة ناوي تفجر؟ 142، 143، 144. نانو، لو سمحت فجر 3 بالونات زيادة. الحقوني! نزلوني تحت! أنا خايف! مرحبا عبيد. طلعوني من هالشيء! هالشيء كارثة! بس ما لاحظت إن نفذنا التجربة العلمية؟ ها؟ نفذناها؟ هي! نقدر نرفع جسمك ب 48 بالونة. أي بالونة زيادة بتخليك تطير بعيد، وأي بالونة أقل ما بترفعك أبداً. فهمت؟ فهمت. بس كفاية عليها الكمية من المعلومات العلمية في يوم واحد. خلونا نشوف إذا حد فيكم حل هالمسألة العلمية. بنبدأ بفريق طارق. شوفوا كيف هالخيوط بترفعني. محاولة جيدة يا طارق. منصور، هل نجح فريقكم؟ هالشي مستحيل ينجح. بالبحث العلمي الدقيق حسبنا بالضبط كم بالونة نحتاج عشان نرفع عبيد،
واكتشفنا بعد إن إذا ضاعفنا عدد البالونات 4 مرات ممكن نطير أعلى من الطيارات. نكتة حلوة يا عبيد. أستاذ أنا ما أمزح. ها؟ هو يمزح صح؟ لا أستاذ. مبروك لفريق منصور لحلهم المسألة بنجاح. سالم انت اطلع. لا لا انت الاول. عبيد انا عرشو تبون تسوون، بس انا ما ينقص علي، ما بكون اول واحد يطلع من هالباب. كم باقي لنا من الوقت؟ باقي لنا حصة الكيمياء، وعقبها الفسحة، وعقبها وقت الصور الجماعية للصف. اكره الصور الجماعية للصف. اوف وانا بعد، بس هالمرة لازم الصورة تكون ممتازة. أمي بتعصب لو الصورة طلعت مثل السنة اللي طافت. وأنا أمي بتعصب بعد، ما في تجارب قبل الصور، نبغى أنتم نضاف هاي المرة. إنزين قولولي كيف بنمر خلال هالممر. خلونا نمشي. ديروا بالكم شباب، ما تعرفون متى يطلع وليد. منصور من زمان ما شفتك، امسك. عبيد ثيابي تخيست. لا الحمد لله، بس وجهك. بس وجهي، بس وجهي، بس وجهي، بس وجهي، بس وجهي. بس وجهك، بس وجهك. بس شو ها؟ شيلوه، شيلوه هذا، شيلوه. لا تحاتي، مثل ما كنت اشرح، انا تقريبا خلصت من ابتكار كريم يقي من الاشعه الفوق البنفسجيه الصادره من الشمس، ويكون مصدر للفيتامين د. يعني الواقي هذا مفيد لجلدك، شوفي ريحته حلوة، نبدأ ناخذ منه؟ كلكم بتاخذون منه، لكن بعد ما خلص الاختبارات عليه. أنا ما أتذكر متى آخر مرة شميت ريحة حلوة، أنت تتذكر؟ لا، أنت تتذكر؟ أتذكر شو؟ شو؟ مشكورين يا شباب، هالشي ياخذنا لنقطة مهمة أخرى في درس اليوم عن الفيتامين دال. أثبتت دراسات حديثة أن الفيتامين دال ممكن يكون مفيد جدا لذاكرتكم. أنت أول. أوهو بدينا. نقدر نتم هني ونساعد أستاذ علي في تجربته. تقدرون ترجعون بعد الفسحة وتساعدوني في التغليف. يلا روحوا.
شو هالفوضى؟ كذي لازم يكون ممر المدرسة. أوف، ليش كل شيء يكون وسخ يوم تحاول تنظيف؟ حتى يلسم برايم النيلس. ما عندنا حل غير إننا نتريا. ما نقدر نلعب كورة. حتى غدا ما نقدر نتغدى. أكره يوم التصوير المدرسي. حان وقت التصوير. بناخذ الكثير من الصور اليوم. وبنبدأ أول شيء بالصور الفردية. وبعدها بالصورة الجماعية للصف. أوف، أخيراً. رجاءً، كل واحد يسمع اسمه يجي لغرفة المصور. والحين بنبدأ بأحمد أسامة. أحمد بدر. أحمد ثامر. أحمد جمعة. أحمد حسن. أحمد حسين. أحمد عمير. أحمد غانم. شكله بياخذ وقت. خلونا نرجع للأستاذ علي. ها؟ من موجود؟ أكيد راح. غريبة، مو من عادة الأستاذ علي إنه يتخلى عن أي تجربة. بعدين ما استخدم أدوات التغليف. في شيء غريب، لازم نتحقق من الموضوع. اللي لازم نسويه هو أننا نتصور. عندنا وقت، يلا. وأخيرا لقيناك. كنا ندور عليك في كل مكان. شو ها؟ أعتقد في شيء على... أوه صحيح، الظاهر في آثار جانبية غير متوقع للكريم. بس لا تخافون، ما بيتم للأبد. ما أظن. بس لو الكريم سوالك شي أكيد سوى نفس الشي حق. ها؟ شو؟ لا معقولة؟ لا لا لا، بيصورني عقب 10 دقايق. جاسم عبد الله. في الواقع احتمال أقل. لا 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 تحاتون، كل شيء بيكون تمام. أجريت بعض الحسابات وكل اللي يحتاجه شوية من الكريم عشان أخلطه مع مركب ثاني، وبيساعد على عكس تأثيره مباشرة. يعني أنت ما عندك الكريم؟ لا، خليته في المختبر. بتقول له ولا أنا أقول له؟ الكريم اختفى. لازم نلقاه وبسرعة. من وين نبدأ؟ خليل أحمد. مرحبا شباب، شفتوا كريم الأستاذ علي؟ الغرشة اختفت. شو؟ أي كريم؟ اللي كانت في حصة الكيمياء. تتذكر؟ لا أبدا ما أتذكر. الكريم اللي ريحته حلوة. ريحة حلوة. لا لا، الكريم اختفى، شفتوه؟ نحن؟ هي انتو؟ لا ولا شيء. ولا شيء بالمرة. تقصد هالكريم؟ الحين تذكرت، ريحته حلوة وفي فيتامين د زين للذاكرة. صح؟ صح، بس مو من الكريم. تقدرون تحصلونه من ضوء الشمس أو زيت السمك أو... شكراً على الكريم يا شباب، نقدر نسير الحين؟ راشد أحمد. رشيد، شو رأيكم تطلعون من الظل وتوقفون تحت أشعة الشمس شوي؟ واحد 1.98 جرام. انزين، ما عندي فكرة. مو بعارف وين المشكلة. هذا أنا، شو بسوي الحين؟ ما عندكم أي حل؟ لا مو بالحين. حاولت قد ما أقدر أني أتم نظيف. ليش دايماً المشاكل تطيح على راسي؟ أنا ما أدري. الوضع مو بسيء لهالدرجة. هي على الأقل أنت نظيف، برتقالي بس نظيف. سهل عليك تقول هالكلام، أنت ما بتكون برتقالي فاقع في الصورة الجماعية للصف. عندي فكرة.
شوي يا عبيد. آسف منصور، زلقت. الحمد لله ما كنا نلعب لعبة كنوز في الصحراء، ولا كنا في عداد الموت الحين. كنوز الصحراء؟ اليوم بينزل الجزء الثاني، وفي 3 نسخ مجانية تنتظرنا في مكان ما في المدينة. لازم نروح، المفروض نكون في المول الساعة 9 الصبح. بس سؤال، ليش تسللنا للخارج من دريشة الغرفة؟ لأن نحن صيادين كنوز من بغداد القديمة. هيه، وصيادين الكنوز ما يستخدمون الأبواب. تمام، صيادين الكنوز. أنا بخير. الباب مسكر. أنتوا جايين تصيدون الكنز؟ مرحبا، عندك أي أدلة أو خريطة أو أي شيء؟ لا، هالشيء سري جداً، ما يصير أخبركم. سري؟ يعني حتى أنت ما تعرف مكان الألعاب؟ صحيح، خذوا، استخدموا هالشفرات عشان تسجلون في اللعبة من خلال تلفوناتكم. لعبة؟ هي، هذه حيلة دعائية، أول ما تسجلون بتوصلكم أدلة ومفاتيح لحل اللغز، وكل مفتاح بيقربكم أكثر للعبة. عجيب، الحين نحن صدق صيادين كنوز. اشتغلت. اتبع بولاريس للنسر الكبير. ها؟ شو يعني هذا؟ مثل ما قلت، سري جدا. بالتوفيق. انا متأكد ان بولاريس نجمة، نجمة الشمال. يدي يقول ان البحارة يستخدمونها في البحر. والنسر الكبير بعد نجمة؟ ما عارف. زين، خلونا نسير شمال ونشوف وين بتودينا. هي خطة حلوة يا عبيد. مع السلامة. انت متأكد ان نحن سايرين جهة الشمال؟ نحن جالسين ننزل. هي لانك عبقري في الجغرافيا. شوف الشمس على يميننا، والشمس دائما تطلع من جهة الشرق. انزين، هذا يعني اني صياد كنوز مو بحار، وبعد مراقب طيور. شوفوا، صح، النسر الكبير، هذا التمثال اللي سوته أمي. خلونا نروح. يلا. وشو بنسوي الحين؟ هاها، عجيب، شكل التطبيق موصول بنظام تحديد المواقع على تلفوناتنا، يعني يعرف متى حلينا كل مرحلة. النسر حكيم، اسأله وسيقودك إلى الطريق الصحيح. مرحبا يا فاشلين. طارق، كيف قدرت توصل هني؟ مع أن أشكالهم ما يوحي بهالشيء، والله أنهم طلعوا أذكياء. هم مو بأذكياء، شكلهم لحقونا، صح يا جمال؟ هي صح، نحن مو بأذكياء أبداً. وإذا أنت ذكي بتعطينا مفتاح الحل الثاني يا منصور. بعدنا ما اكتشفناه. الدليل يقول اسأله عن الطريق، يعني لازم نسأل التمثال. اسأله يا عبيد. أيها النسر الحكيم، أخبرنا أي طريق نسلك. شوفوا، عبيد جالس يكلم تمثال. أوه، عبيد أنت عبقري، نجحت. شو هالكلام الغريب؟ دع خدمة أجرعو للوم دخل منم ألنا بجي. شو هاللغة؟ هاي مبلغة، هاي شفرة، خدعتكم، رجعوا للمول. أكيد، بس عيدوا ترتيب الحروف. يعني كل هالوقت ضاع الفاضي؟ شكرا يا سالم، نشوفكم بعدين. يا فاشلين. يلا لازم نلحقهم. ما في داعي نستعجل، شوفوا
أنا بس قلت لهم جزء من الشفرة، باقي الشفرة تقول من المدخل الجانبي. ممتاز يا سالم. إنزين، لازم نلعبها صح ولا كل حد بيلحقنا. هلا منصور، شكراً على الأدلة، وأسفين لأن ما بنقدر نتقاسم الجائزة معاكم. صح، غلبتنا يا طارق بكل نزاهة. يلا تعالوا، يلا. الباب مقفول. سالم، أنت متأكد من هذا الدليل؟ الكنز موجود تحت أقدامكم، تحت أقدامنا، تحت أقدامنا. أقدام؟ ممكن أقدام الكرسي. فكر يا عباد، فكر فكر. أو ممكن أقدامنا نحن. ها ها، مفتاح. دخلنا. ما أصدق إني بشوف الجائزة قدامي، ما بفتح عيني. أوه، هذا فخ. ساعدونا ساعدونا، خلاص كرهت هاي اللعبة. لحظة، في مفتاح إنارة. بس ما في شيء هني، أنا ما فاهم شيء. ها، ما أشوف غير أشياء قديمة. عجيب. وين الألعاب؟ ما وصلت رسالة من فترة. يا ترى وين منصور؟ اللي مسوي هاللعبة مشتغل عليها عدل. أنت متأكد إن هاي لعبة أصلاً؟ أهلاً بكم في زرزورة، الكنز في انتظاركم. أنا بديت أخاف الصراحة. شو هو؟ أوين هالزرزورة؟ المكان وايد مظلم هني، ما أشوف شيء. خذ، استخدمها. لا. عبيد، ممكن ما تمسك أي شيء مرة ثانية؟ آسف. هذا صندوق كنز حقيقي. ها، حتى ما يشتغل. لحظة، خلني أشوف. هذا ضوء أسود. ها، شو يعني ضوء أسود؟ هذا الضوء يستخدم للكشف عن بعض الألوان اللي ما تبين في الإضاءة العادية. شوفوا، رسالة سرية. أظن أن في باب هني. الباب ما في مقبض ولا الفصلات. أنا متأكد أن الرسالة تقول من خلال الباب هنا، وما في مخرج غير الباب اللي دخلنا منه. من خلال الباب هنا؟ ليش كلمة هنا هي الوحيدة اللي تحتها خط؟ عجيب! منصور، شو سويت؟ ما أدري. عبيد! هذا مو بصدقي، شوفوا. مصنوع من مطاط؟ كلهم، شوف. كت. مرحبا بكم في زرزورة، نحن سعيدون بوصولكم. صح، زرزورة اسم محل الألعاب الجديد. فزنا فزنا فزنا. أنتوا رسميا أول زباين للمحل، مبروكين.
سلام! شوفوا كل هالأشياء! الصراحة هالمغامرة أحلى بوايد من التسوق! شوفوا هنا! طارق وجمال جميل! استمروا يا شباب! أنا متأكد أنكم بتحصلون الكنز في النهاية! Oh, my God.